السحر ده كان افكتات ولا كنت بتعمل العاب خفه حركه؟ كان هيموتني مبدئيا. انت فاكر الموضوع ده؟ والله اتعلمت اتعلم بس كان هيموتني لان الصندوق اللي انا كنت فيه اللي بيدخل فيه انا داخله بقى اجرب الصندوق اقف ازاي راح مدخل سيخ. لا وحياة ربنا خبط فيكي؟ لا انا على غير العاده يعني ان انا يبقى عندي سرعه بديهه فرحت. هو مفيش ما عندهاش غير كده. هو اصلا صندوق يعني اهو وقعت نص المايه بره وعملت عادي. ايوه تقدر تعرف تعمل لنا سحر دلوقتي يا احمد؟ طبعا بس انت فاهمه ان ده كده وكده ده كده وكده يعني هاتي هاتي الحاجات لازم الازازه دي. لا يعني جايبين لك معدات تتركات دبدب والنار. النار ولعت في حطيت حاجه على ايدي جل كده ولعت في ايدي. طب والبيضه دي سهله انك تخفيها بقى مش محتاج معدات. لا لا دي عملتها اتنين ده اللي هي دخلت فانا بس بجرب. انا لسه كنت هموت قبليها بخمس دقايق وداخله تاني برضه بستظرف. كنت بجرب بس بصي وشي وانت بتقفل الباب. لما كنتوا تعلموا في حد تاني ما لقيتوش غير ايه الغلبانه. بصي بصي وشي وانا وهو بيقفل الباب اللي هو ايه ده استنى يا احمد. هو السيخ ده شكرا يا مصطفى. بص بقى ثقه ثقه انا في الهبل ده بقى اللي صنع. يا ربنا كنت هموت بجد والله عملت كده ولقيت حاجه ده ففتحت الباب بقى ورحت مصوته فيه اعمل ايه؟ قال لك بس ولا اي حاجه مسك الكورتين وقع. ايه ده بجد كنت جوه يا لهوي وراح ماشي عادي. الدماغ دي لا طبعا طبعا انت بتقول فيها انت بتقول فيها المهم كانوا هيضحكوا. بصي بقى عملت ايه اول ما خرجت. بص انا كان نفسي اعمل ميتة الاول والله. دلوقتي مسلسل عمر افندي ولما اتعرض اكتشفنا مفارقه غريبه جدا لما انتوا جيتوا غنيتوا اغنيه لاش قلبي ما يوعش. مين؟ في ناس جديده افتكرت ان دي الاغنيه دي من الاربعينات. يعني الناس يعني احنا بالنسبه لنا دي اغنيه عاديه تسعينات. في ناس بقى بتقول لك الله اما الاربعينات كان في اغاني لطيفه كده فمين صاحب الفكره وايفتوها ازاي؟ هذا الشخص. اتفضل. لا قول انت بقى. لا هو في الاول كان في فكره تانية عنده بس مش هنقول اسامي يعني. كان عايز يجيب حد معين ادخله السرداب معايا يغني يبوظ الدنيا فيحبوه. فكان بالنسبه لي ألذ. انا مالي انا اغني ليه؟ فجاه قال لي لا 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 انت اللي هتغني. هي هدف الاغنيه ان انا كنت اقفل له التياترو يعني اللي هو الجمهور يكسر الصاله عليه. اللي هو ايه القرف من كتر الغنى وحش. بالنسبه لهم ايه ده يعني.